هذا أنا عبدو، من الواضح إني بغسل سيارة، واليوم قررت إني أجرب أشتغل هون لمدة ليلة واحدة عشان أحدد درجة صعوبة هالشغلة. بكرة عيد لازم سير إجي شغل زين، أوكي؟ صفاي كله داخل برا كله شغل زين، ما في مني، أوكي؟ تب وين يروح؟ لا مني. تب هذا بخشيش وين يروح؟ لا في بخشيش؟ بخشيش أنا يجي بخشيش وين؟ لا أعطي ما في مشكل. يعني بخشيش كله مع بعض؟ سيم. يعني أنا ما يجي بخشيش أحط جيبي وخلاص؟ لا هذا حرام. وبعد ما خلص اجتماعنا مع المدير، ولا أكون صريح معكم، حسيت إنه في ناس قلوبها مش صافية، فقررت أكتشف الموضوع على طريق. You work good, I work good, better than them. So we take both مصاري فلوس. خلاص أنت أخذ you take 60%. No, you take 60%, I take 40. المهم بلشنا، والأربعة أعطاني تعليمات ومشيت عليها وبلش يوم. مدير ما في زيادة راتب؟ يا زمن لازم ما يكون عندك كرش مشان الزوايا الصعبة. ولع كله اثنين؟ يلا بسم الله. شوف هم ما بيعرفوا الحركة هاي، احنا تعلمناها بالأردن. شوف هاي اسمها حركة الأناكوندا. ليش؟ لأنه الأناكوندا بتعصر فريستها بالبداية بعدين بتاكلها. مدير وين تب مالي؟ دونت وري كله أندر كنترول. خش. وبعد ساعتين مدير بس أنا خلاص أنا مش قادر أكمل. خلاص سيارة ركب ماكينة داقن. ليش ما يعجبك هذا؟ أنا أكنس بس ليش؟ إجا كبرياء يتدخل. ألو علاوي كيفك؟ الحمد لله تمام حبيبي علاوي، أنا هون جيت على مغسلة أشتغل. صاحب المغسلة بقول لي عبى وجهي مي، بحكي لي قاعد شو تعرف تغسل سيارات أنت ومش عارف شو، وبدي إياني أظني على المكنسة. فإذا بتقدر تجيني أنت وشباب أي إشي هيك مشان أغسل سياراتكم. تم الحين بجيب لك الشباب وبيك. حبيب القلب. هلا بالشباب. بس خلص ساعة ونص بيكون انسى حمامات السيارات طلعت، سيارتك سودا بتقلب لونها ابيض. ابدا. نص ساعة ليش يا زلمة؟ انا غاسل بسكليت بثلاث سيارات هذول. ساعة ونص نص ساعة السيارة. بلشت اغسل السيارات بكل ما اوتيت من طاقة عشان اثبت نفسي. جيبوا الاسماء لنا. شوف غيرانين مني كلهم، طلع كيف واقفين غيرانين مني، صورهم غيرانين مني صح؟ هم على حظي كلها اجت بكمان، جابوا لي هيك سيارة صغيرة كورولا تويوتا يارس، بعرف اسيطر. السيارة الأولى، الثانية، الثالثة، تحمست. يا خبطك؟ بس هون خلينا نوقف شوي ونحكي شوي بجدية. زي هيك شغلة يمكن تشوفها سهلة وتلعب بالمي، بس بالحقيقة هي أصعب مما تتخيل. جسمك طول اليوم مبلول، تتعرض لمواد تنظيف وشحوم، يعني أسوأ شيء ممكن يصير للجلد. الإصابات اللي ممكن تصير معك، الرطوبة العالية اللي بالجو اللي أنت فيه، هذا أفضل جو للربو. وأحكي لكم الحقيقة، أنا غسلت سيارة واحدة طول هالليلة والباقي كان بمساعدة الشباب، لأني جد تعبت، بس عملت هيك بس مشان الفيديو. الموضوع متعب، فمتخيل معي إنه كل شخص من هالشباب ممكن يغسل 12 سيارة بفترة عمله. هالتجربة عملتها يمكن عشان أشوف إذا المهنة صعبة ولا لا، بس اللي شفته أكثر إنه الناس اللي بتشتغل هالشغلة ناس غلبانة، ناس جاية تتعب وتشقى عشان لقمة العيش الحلال. فشو ما صار كلمة طيبة وإنه ما نبخل عليهم، يمكن هذا أفضل شيء ممكن تعمله لهم. يعني أنا خلصت بس واحد، خلصت الثلاثة بسم الله ما شاء الله. You are professional والله. الشيخ خلصت السيارة؟ الساعة كم الحين؟ الساعة 10:30. وشو اتفقنا احنا؟ ساعة ونص على شو؟ على ثلاث سيارات صح؟ صح. الحين انت خلصت سيارة واحدة صح؟ خلي ما نبى الوقت، موضوع الوقت انا ما ابغى. السيارة هذا شو؟ هذا الاوساخ هذه شو؟ هذا بلش. زين وهذا شو؟ بلش يا زلمة، بدهاش شيء. بلش هذه يبغى لها بلش. يبقى لها واحد يسحبها هذه.